نوال الزغبي تفاجئ المتابعين بصورة والدها، خطف الأنظار بجماله ولون عينيه الزرقاوتين. نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة مؤثرة مع والدها من أجواء عيد الميلاد، وظهرت نوال في الصورة التي نشرتها على صفحتها الخاصة عبر تويتر وهي تقبل والدها، وعبرت عن حبها الكبير له قائلة: الأب هو السند. وقد لفت ظهور والد نوال هذا أنظار المتابعين، خصوصاً أنه نادراً ما تنشر له صوراً، إذ أثنى الكثير منهم على جمالها وخصوصاً لون عينيه الزرقاوتين. قالوا حبيبك باع لا تعاتبه. وكان من التعليقات: أوكي كمان البي شخصية وجنتل، بس ليه عيونك مش مثله؟ زرق، ميلاد مجيد الله يحفظه. عرفنا الجينات الحلوة من وين جاي الله يحفظه. ما شاء الله يخزي العين، الله يحميكي أنت وياه. الله يطول بعمره يا رب. فينا نحكي عن كمية الحنان والجمال بالصورة. الله يحفظه ويخليكم إياه يا رب. هلأ عرفت عمين طالعين حلوين، عليه الله يحفظه. عم بمشي وحدي اشتلقوا علي الناس إني لا وحدي عرب. ومن ناحية أخرى، كانت أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بلبلة كبيرة بين المتابعين، وذلك بسبب تغريدة كتبتها على صفحتها الخاصة عبر تويتر ربط البعض بينها وبين قرار الفنانة اللبنانية إليسا بالاختفاء عن موقع تويتر لفترة بسبب الطاقة السلبية الموجودة وتحديداً من قبل جمهورها. ولافت في تغريدة لبعض المتابعين أن نوال أعربت عن حبها الكبير لجمهورها واعدة من هم أكثر تفاعلاً معها بمتابعتهم، وهو ما اعتبروه رداً منها بطريقة غير مباشرة على انتقاد إليسا لجمهورها. بحبه بحبه كتير وسع الكوف خاطر حياتي طيبة. وقالت نوال: يا الله شو بحبكن كتير، وكل فترة رح يكون في فولو لأكتر فان أكتف. وكان من تعليقات المتابعين: ما حبيتها منك إطلاقاً، يعني نحن فانز إليسا أكثر حد وقف معك ومع فانزاتك ضد الحملات اللي صارت عليك، وبعد قصة صورك بعد قصة المعجب والوردة إلنا صدفة، واليوم هالتغريدة ما بفتكر إنها صدفة. للعلم نحن بنحب إليسا بكل أحوالها ومش مسموح لحد يتدخل بيننا. وكتبت متابعة أخرى أنه: شوفوا أنا كيف بعامل الفان مش مثل غيري، حركات قديمة.